المسابقة دائما اللي كنهديو لكم فيها واحد القسيمة شراء 1000 درهم مهدات لكم من بانك اوف افريكا وراديو اصوات. دائما ثلاثة ديال المتسابقين كنسولوهم على المدن المغربية، كنعطيهم اشارات وهما كيتعرفوا على يعني اسم المدينة المغربية، واللي عرف فيهم الجواب الصحيح طبعا كيفوز بالقسيمة ديال شراء ديال 1000 درهم بالصحة والراحة، وكنتمنى لكم واحد السعيد جميعا. قبل ما نشرح لكم القانون ديال المسابقة، أولا كنمشي نتعرف عليكم بواحد بواحد، الأسماء ديالكم ومنين جيتوا وفين غاديين. الاسم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم ديالي فؤاد الحسيني. سي فؤاد مرحبا بك، منين جيتوا سي فؤاد؟ الله يبارك، جينا من ليون. ليون من فرنسا. نعم. والوجهة إن شاء الله. الوجهة إن شاء الله تفلت إن شاء الله. إلى مدينة تفلت. خديتي الأسيس تدخلتي لباري ومن بعد درتي الأديس. لا دخلنا شدينا الاسد. الاسد عاد باش دخلتي على برشلونه؟ على برشلونه ما خديتيش الطريق ديال مدريد، درتي البارسا ديال الميديتيراني، خديتي الاوطوبيه ديال الميديتيراني توصلتي. على سلامتك اخويا. هذا المتبرئ الاول، غنشوف المتبرئ الثاني نتعرفوا عليه. الاسم ديالك؟ مصطفى. سي مصطفى مرحبا بك اخويا، منين جيتوا سي مصطفى؟ من بلجيكا. من بلجيكا، فين بلاصه في بلجيكا؟ حدا لياج، واحد المدينه كيقولوا لها وي حدا لياج. و يعني وفي المدينه اللي غتتجه لها في المغرب؟ غنمشيو للخميسات ان شاء الله. الخميسه؟ انت خميسي؟ لا انا دكالي. اها واش داك الخميسات؟ ايوا الارزاق الوالدين مشاو تما. وفينا بلاصه في دكاله الحطه ديالكم الاولى؟ العونات. الاربعه العونات. كتمشيو لها على الطريق ديال السطات؟ ديال السطات. على ولاد سعيد ولا تمشيو لها على الزاويه ديال سي اسماعيل؟ بارك الله فيك. تمشيو لها على ولاد سعيد دوزو على الواد ديال المربيع حتى في العونات. مرحبا بك اخويا، كنتمنى لك حد سعيد. شكرا. غادي نشوفوا المتبريه الثالثه، غادي نتعرفوا على السيده مباشره. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ سميتني صوفيا. صوفيا، منين جيتوا صوفيا؟ جيت من ليون. من ليون. وفي الاتجاه ان شاء الله؟ فاس ان شاء الله. فاس. انت فاسيه؟ لا انا تازيه. اه وساكنه في فاس. ساكنه في فاس. ايوا مزيان، على سلامتك. الله يسلمك. كنتمنوا لك طريق السلامه ان شاء الله حتى توصلي بخير وعلى خير. بعد ما تعرفنا مستمعينا على المتبارين ديالنا بثلاثه، كنعطيهم سؤال على المدن المغربيه، اشارات على شي مدينه، ومن خلال تلك الاشاره هما كيتعرفوا طبيعه الحال على تلك المدينه. كنعرفوا بان المغرب كيزخر بواحد المجموعه ديال التراث اللي هو تراث اسلامي وتراث حضاري، وعندنا تقاليد وعادات كثيره، وكاين بعض المدن كنسميوها غير بداك الشيء ديال التراث ولا بداك الشيء ديال الصناعه اللي كدير التقليديه مثلا. فمثلا واحد المدينه مغربيه كنسميوها مدينه الخزاف، واخا دابا الخزاف راه ولا عندنا في واحد المجموعه، ولكن شكون المدينه الاولى اللي كدير داك الشيء ديال الطين والفخار والخزاف؟ شكون هي ديك المدينه؟ فؤاد. طوموبيله صغيره كتمشي للمدينه، هنا مدينه بغايتي. بلاتي لا لا تايقول الجواب تتوصلك النوبه. عطينا اخويا المدينه الله يطول عمرك السي فؤاد. وربما انا تنقول اسفي. اسفي. نعم انا غادي نقول غنقول اسفي ما عرفتهاش. نعم اسفي. اسفي وسي. صوفيا كيكون شحال من واحد كتجي عندو الربح حتى لعندو. هو دابا انت ملي قلتيها نقلوها منك، وانا اكيد انهم بجوج ما كانوش عارفين. اسف. لذلك خلي الله يجازيك بخير تيجي الدور ديالك يا صوفيا. غير دابا ضيعتي راس. كنعرفوا بان مدينه الدار البيضاء هي العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. الدار البيضاء عاصمه اقتصاديه، والعاصمه الاداريه عرفتوها هي الرباط. الدار البيضاء بكري شنو كيعيطوا لها؟ الدار البيضاء بكري كانوا كيعيطوا ليها كازابلانكا. هي كازابلانكا هي الدار البيضاء. لا هي الدار البيضاء. كازابلانكا. كازابلانكا الدار البيضاء. بالاسبانيه لا كازابلانكا دار المقيم العام. شنو الاسم ديالها؟ قبل. قبل. ودار واحد المؤتمر فيها كيتسمى مؤتمر، هي فين خدا المغرب الاستقلال ديالو. جا ليه روزفلت على الولايات المتحده الامريكيه، تشرشل على الانجليز، وجلاله الملك المغفور له محمد الخامس. كانت سميتها مدينه انفا. انفا كان سميتها مدينه؟ ما عرفتيش. كان سميتها مدينه اقتصاديه. الاقتصاديه. دابا عندي جواب صحيح، عندي يا الاقتصاديه يا انفا. يا الاقتصاديه يا انفا. بطبيعه الحال مؤتمر انفا ومدينه انفا بالامازيغيه هي الجهه العليا او التل العلوي، ويفوز فؤاد. صفقوا على فؤاد. فؤاد يفوز بقسيمه شراء 1000 درهم. تفضل فؤاد، مهدات لك من بانك اوف افريكا وراديو اصوات. اذا هنيئا. صفق
قال فؤاد 1000 درهم قسيمة شراء 1000 درهم بالصحة والراحة. شكري من المستمعين والمستمعات ديال راديو أصوات. بصراحة ما كنتش أنا متوقع أن نطيحها بعدا كاينة في هذه الفرصة.